بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على الطاعة وابعد عنا المعصية ولو في أذهاننا. ربنا لا تجعلنا نقارف أي معصية لأننا نقدرك حق قدرك، فلا يجوز لمن قدرك حق قدرك أن يقفز على حدودك، لأنه من يتعدى حدودك فقد ظلم نفسه، وأنت لا تظلم أي أحد. فلا تجعلنا اللهم من الظالمين. آمين يا سيدنا يا كريم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هنا اختلف الفقهاء خاصة اللي يفسروا الآية دي، هل هو تطهير من الشرك؟ لا يمسه ولا يفقه ولا يميل إلى فهمه إلا اللي هو موحد، تنزيل من رب العالمين، وربما اللي قالوا تطهير وحسي، ربما يتعبوا في الناس باش حتى إنسان معادي، وهذه ربما تكون فكرة يهودية باش علي حتى على جنابه ما عندوش حق. لا يا سيدي، على جنابه يجب يذكر القرآن، يجب يمس القرآن، يجب يقرأ القرآن، يجب يفسر القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى يسرنا أمورنا خاصة في تبليغ القرآن. اللي اليوم فما شح من طرف من يدعون علمهم بالقرآن، شح ما يوصلوش الفكرة كما يجب أن تصل. ما والله الناس طريقتهم الملتوية وطريقة الجاهلية ينفروا الناس من القرآن، لذا احذروا ولياذوا احذروا. نعاود إن شاء الله الشريط الآتي.